انا هون مسمني دكتور الحمام، عنا ادويه، عنا زيني للحمام اللي بدي يلبس حمامات ويدللهم، بيجي لعنا بيحب خزامات نعطيه خزامات، بيحب شناشيل، بيحب اشو بده. اذا عنده حمام مرضاني في ادويه، في ادويه للالتهابات العامه، في ادويه للنمود، في عندنا جميع ادويه للحمام. اشو بيقول لي المرض انا بوصف له الدواء الموجود له. الدكتور الحمام مسمينا كمان صايغ للحمام، لانه اللي بده خزام، اللي بده يدلل حماماته بشناشيل بشغلات كمان زينه، بيجي لعنا كمان للمنظر وللمراء. كلها نحن هي شغلتنا، شغله مراء. وهلا بهالوقت هذا ديقرة شوي، لانه الاحوال ضيقه على كل الناس. الصعوبات اللي عم نواجهها اجور الشحن غالي، واللي عم يجينا البضعه عم تجينا بتطول كثير لتجي، وعم تجي باسعار كلها بالدولار عم يشتغلوا، يعني كل الاسعار عم تصير علينا غالي، اجباري عم نضطر من غلي على الزبونات. بشتغل بزينة الحمام من زمان، يعني عن الوالد هاي وركانينا شبك خلخوله هيك، هاي المعرض مثل معرض عنا لمستلزمات الطيور، كل يوم أربعة هون في سوق، ونهار الجمعة مبسط في معرض مصرين كمان، أسبوعين في المحرر. الحمام حاوينا سوسة، حتى أنا عندي بعد شغلة بروح على الحمام، يعني بنقعد على السطح. وعندنا خلاخيل مفضضة، اسمها مفضضة، هي مشغلة بألمينو، وعندنا حلقات فضة، وعندنا جانات نحاس، عندنا خلاخيل ميلامين، شيء بضاعة، يعني عندنا بضاعات نادرة، مسابيح، طقوم مسابيح، كل شيء فيه، عرقيات بيحطوهن على الراس. هلا الصعوبات عم نواجهها اليوم بشحن البضاعة، من كان من تركيا وان كان من عند النظام، وان كان أجرات شحن غالي كتير، وشيء مكلف، يعني مكلف، يعني بتحط العشرة لتدخل تسعة مو العشرة. التمنيات يعني انه يكون ارخص اجور هالشحن، انه يكون ارخص المعامله بيناتنا، نتعامل بشيء بنور الله. نحن بننزل على السوق مشان الحمام، عشان نبيع ونشتري بالحمام، لي 20 سنه بتعامل بالمصلحه هاي، نبيع ونشتري من هواها، يعني بين زق ويعني وبيع ومشترى. وبنجي عند ابو محمد بناخذ خلاخي مشان زيني ومشان يعني، وكل طير بنحط له لون شكل وكذا وبلاك للأمر هذا. أول كان أرخص من هلا بالنسبة للأجور وللشحن لكل شيء، بالنسبة للخلاخي تاعت عبد محمد يعني حتى أو الجانات أو كذا الشغلات هاي، كان أول أرخص، بس هلا اليوم أغلى. ليش؟ لأن في أجور شحن كثير، أجور شحن يعني غالي كثير، فلذلك هذا كله بيغلى. وين بيرجع؟ بيرجع بيغلى على المربي طبعا، بيشتري الخلاخي والشغل السلعة هاي. يعني إيه بنريد إحنا إن شاء الله هاي ترخص الأجور هاي، عرفت شلون؟ مشان الخلق تضل مستمرة بهالمصلحة هاي بهالأمر هذا يعني. يعني هلا عم ننزل نشتري خلاخين، مشان مثل الشاب عم بيلبس خاتم، بننزل نشتري خلاخين لبسنا الحمامات، طير المنظر وبيبين بالخلاخين اكثر. يعني بس بعمل لقي صعوبات وكل شيء بارتفاع الاسعار واجور الشحن، والاف العائلات متعيشه من وراء الشغله يعني.